لماذا؟ لأنها حكومة ترى نفسها أولا وقبل كل شيء آخر تريد الحفاظ على نظامها، على هذه الحكومة بذاتها، وإن اقتضى ذلك حتى سفك دماء الشيعة. يشهد الله أنه أحد كبار قادة التيار الصدري في العراق زارني في مكتبي في لندن، المكتب القديم، واجتمع معي، وكان اثنين أيضا من الإخوة المؤمنين شاهدين على ذلك، يعني من الإخوة العاملين في المكتب، ونحن في جلسة، وصرح لي، قال: نحن الصدريين مدعومون من إيران، تمدنا بمال وسلاح، ولكننا اكتشفنا بمدينة الصدر ذات مرة واحد، هذا الحكي كان تقريبا سنة 2005 على ما أتذكر أو 2006، اكتشفنا أنه واحد كان راح يفجر نفسه في مدينة الصدر من الوهابيين، من التكفيريين، من تنظيم القاعدة أو من تلك الفلول، ولما لزمناه وحققنا معاه وتتبعنا المسار أنه اكتشفنا أنه أيضا التمويل والسلاح أيضا يأتي من إيران. فيقول: ذهبت أنا واجتمعت مع الرابط بيني وبين، ما أتذكر الآن، الحرس الثوري أو إحدى الجهات الإيرانية المعروفة، وقلت له: لماذا أنتم تسلحون أعداءنا ويقتلون فينا؟ هكذا تصنعون؟ فيقول، ضحك وبكل صراحة قال: ما مضمونه أنه الأمن القومي الإيراني يقتضي ذلك، أنه العراق يظل، يعني تظل فيه الحروب الداخلية مشتعلة حتى أمريكا تغرق في العراق ولا تلتفت إلى إيران. القضية هكذا، يعني هؤلاء دينهم السياسة ودينهم كرسيهم، فحكومة إيران لا اعتبار بها، حكومة مسلوبة الشرعية.